وللتعليق على موضوع الجفاف ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك شيخ عبد القادر. بداية، في الوقت الذي تنمو فيه العلاقة بين شركاء العملية السياسية وطهران، تقطع إيران المياه عن العراق، لماذا لا تقدر إيران تعاون شركاء العملية السياسية معها وتخفف عن كاهل الشعب العراقي ولا تقطع المياه عن العراق؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن إيران لديها عقدة حقيقية تاريخية مع العراق، لأن العراق دائما هو السد المنيع أمام المشاريع الإيرانية، وبالتالي معلوم تماما منذ القدم هناك عداوة يكنها النظام الفارسي لضد العراق، وبالتالي تأتي عملية قطع المياه واستكمال الاستحواذ على العراق، وبالتالي إيران تسعى إلى الاحتلال الكامل للعراق، وخطوة قطع المياه عن العراق هي خطوة للاحتلال الناعم، لأنهم يريدون تهجير الكتلة البشرية الأكبر، الكتلة الصلبة الموجودة في هذه المحافظات التي هي كتلة عربية عراقية. بالتالي كيف يتم ذلك إلا من خلال أعمال منها قطع المياه؟ ولذلك عندما يصرح بطريقة واضحة وزير الزراعة علي أكبر مراد أكبري يقول أنه ستقطع إيران بأمر المرشد العام الإيراني خامنئي 7 مليار متر مكعب من الماء من العراق، وبالتالي هم يقطعون أكثر من 40 نهر. لذلك هذا كله يأتي باتجاه خطوات الاحتلال الناعم لهذه المناطق، ولن تأتي هذه ولن يأتي الاحتلال المتكامل حتى يتم التهجير الفعلي لأهل هذه المناطق. لذلك عندما لا يكون هناك ماء وبيئة صالحة للعيش، فبالتالي ستضطر هذه العوائل إلى الهجرة وترك تلك المناطق من أجل أن تستحوذ عليها إيران. ولذلك صحيفة الأندلس قالت أن هناك مخاوف حقيقية وأن هناك عملية ستكون بتهجير ما لا يقل عن 4 مليون عراقي من جنوب العراق جراء انقطاع المياه في هذه السنوات القليلة. هذه حقيقة لا تأتي هذه التصريحات عبثا، إنما هو يأتي في سياق النظرة الحقيقية لما يجري ولما تؤول إليه الأمور وما هي أهداف إيران. هؤلاء الذين يقبعون في العملية السياسية والذين يتحكمون بمصير العراق، هؤلاء معلوم تماما كلهم جزء رئيسي من إيران ويؤمنون بأن هنا كنت أود سؤالكم، يعني في هنا كنت أود سؤالكم عن الحكومة أو عن السلطة في العراق أو عمن يتسنم قيادة هذه السلطة، أليس من واجبه أن يخفف عن كاهل الشعب العراقي هو ووزرائه، عن 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 كاهل الشعب الذي يعاني من أزمة مياه، عن كاهل الشعب الذي يعاني من خدمات أصلا من عدم وجود خدمات أصلا؟ يعني هل تحرج إيران شركائها في العراق؟ وبما تفسر سكوتها عن كل ما يؤرق الشعب العراقي والبلد؟ إيران مدروسة وليست خطوات آنية، وبالتالي هي أمام مشروع كيف تسيطر على العراق، وهذه المشاريع المتنوعة والمتعددة منها الاغتيالات ومنها السيطرة الميليشياوية ومنها ما يجري من عمليات قطع الماء والاقتصاد والكهرباء، وكل هذه الأعمال حقيقة مدروسة ليست تابعة لتصرفات آنية أو ردات فعل. ولذلك هؤلاء الذين يجلسون على كراسي الحكم في العراق أوصلتهم إيران عبر الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومعلوم تماما أن من ملأ الفراغ بعد 2003 والاتفاقات التي جرت في سويسرا مع الجانب الإيراني والأمريكي، وأن الإيرانيون ملأوا الفراغ بالكامل ما بعد 2003 وهيمنوا على القرار السياسي في العراق. ومعلوم أن الأحزاب التي الآن لديها أسماء عريضة كالمجلس الأعلى وحزب الدعوة وفيلق بدر وما إلى ذلك من التشكيلات الحديثة والقديمة، كلها كانت موطنها إيران، وكلها كانت تقاتل مع الجيش الإيراني في أيام الثمانينات. على هذا الأساس فإن هؤلاء يعلمون تماما أنهم يعملون لصالح إيران. لذلك أي حكومة حتى وإن كانت تعمل بالعمالة والتخادم مع أي بلد آخر، أي حزب يعمل لصالح بلد آخر، لا يمكن له أن يرضى لنفسه أن تنحدر الأمور باتجاه السيطرة على مقدرات العراق كما يحدث الآن من سيطرة إيران على العراق. كان أقل تقدير أن يضرون الرماد في العيون، وإلا اليوم تصريحات نائب رئيس وزارة الزراعة
وبالتالي هو افصح، وهذا اعتراف دليل على ان المرشد الايراني خامنئي هو امر بقطع ما 7 مليار متر مكعب من الماء عن العراق. هذا المفروض شكوى تذهب باتجاه مجلس الامن الدولي، باتجاه المحكمه الجنائيه الدوليه. هذه جريمه كبيره يعني حقيقه، وبالتالي معلوم القوانين الدوليه النافذه حول المياه المشتركه مع البلدان، وبالتالي عمليه قتل الناس بهذه الطريقه. لذلك هؤلاء يعلمون هذه الخطوات، وهم من يسعى الى تنفيذها اخلاصا لايران بطريقه واضحه، لانهم يؤمنون على انه ينبغي لايران ان تسيطر على العراق وان تضم العراق الى ايران، ويؤمنون بنظام ولايه الفقيه. لذلك هم حقيقه اتباع ايران، فلا يمكن لهم ان يكون لهم موقفا امام ما يجري من جريمه كبرى تمرر على الشعب العراقي. وكما يعني اسلفت لك انه الصحف العالميه وكل المراقبين الدوليين يتوقعون ان هناك هجره عكسيه ستكون من جنوب العراق بملايين وليس باعداد، وقد بدات يعني قد رايتم في اقليم كردستان انه صرح بوصول 16,000 عائله من البصره. نعم. كل هذا حقيقه يجري لان هناك عمليات مدروسه لانهاء الماء العذب طيب. في هذه المناطق. صحيفه ليبراسيون الفرنسيه هي التي اثارت قضيه الجفاف في تقرير اكدت فيه أن سكان الجنوب يواجهون جفافا غير مسبوق. إذن لماذا لم يتحرك شركاء العملية السياسية حتى الآن ولم نجد لهم أي تصريح؟ إن كان حيدر العبادي المنتهي ولايته أو عادل عبد المهدي الذي من المفترض عليه أن كما قلت سيدي أن يذر رماد بعيون الشعب العراقي. هؤلاء لم يفعلوا شيئا أمام الوقاحة أو الأعمال الوقحة الإيرانية تجاه الشعب العراقي. هؤلاء سكتوا منذ أن أغلق 42 نهر مهم يصبون، وهي مياه مشتركة ما بين العراق وإيران في نهر دجلة. هؤلاء ربما الأموال العراقية ساهمت في بناء السدود التي قطعت الماء عن العراق في شمال العراق من قبل إيران، وبالتالي ما يحدث الآن هو جريمة كبيرة باتجاه الشعب العراقي يمارسها النظام الإيراني والسلطة في المنطقة الخضراء. لذلك حقيقة عندما نقول أن التظاهرات في البصرة وأن أهالي الجنوب أمام معركة واضحة، إما أن يكونون وإما أن لا يكونون، وبالتالي إما أن يفقدون مقومات حياتهم ويكونون لاجئين مشردين عن أراضيهم وعن محافظاتهم، وإما أن ينتفضوا انتفاضة حقيقية ليوقفوا عملية النزيف الكبيرة والجريمة العظيمة التي يراد لهذه المحافظات في البصرة وجنوبها من عمليات جفاف واسعة النطاق. وإلا فإنه لا زالت الأمور ينبغي أن يعول فيها على الشعب العراقي، وينبغي لتلك العشائر أن تتقدم لهذه القضية وأن لا تعول على هذه الأطراف السياسية أي فعل يمكن أن يعيد المياه ويمكن أن ينهي أو أن يقلص مرحلة الجفاف في جنوب العراق. هم يسعون إلى إنهاء الكتلة البشرية الصلبة الموجودة في هذه المناطق التي هي تملك ملكا لهذه الأراضي ولهذه المحافظات. طيب. وبالتالي يريدون إزاحتها كما حدث في إزاحة 15 مليون مواطن سوري من أجل أن تأمن إسرائيل، كما يحدث الآن في محافظات الغربية الستة بحجة مكافحة الإرهاب وقتال تنظيم الدولة لتهجير أكثر من 10 مليون. هم أيضا تعمل إيران للسيطرة على منافذ الحقول النفطية، وهذا لن يكون حقيقة إلا بتهجير البصرة والعشائر العربية في جنوب العراق. شيخ، لماذا لا توجد عفوا هل هنالك أي قوانين دولية تحفظ حقوق الشعب العراقي وتحميه؟ إن كان نعم، إذن لماذا تتحرك الجيوش العالمية لإسقاط أنظمة ما في حالة ما بذريعة أنها تخاف على ذلك الشعب، بينما نجد الأمم المتحدة ودول الغرب والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان تقف وقف المتفرج عندما نجد الشعب العراقي يموت بهذه الطريقة المقيتة؟ لأن هناك مؤامرة على الشعب العراقي حقيقة ليست الآن. هذه المؤامرة كانت واسعة، ويعلمون تماما أن الشعب العراقي عندما ينهض ستنهض الدول المحيطة العربية بأسرها، وبالتالي سيكون هناك عمليات نهوض كبيرة في المنطقة. فعملية تغييب الدور العراقي هو برعاية دولية، وإلا من سمح لإيران أن تتمدد بالعراق لولا الولايات المتحدة الأمريكية؟ من سمح لإيران أن تكون ميليشياتها هي المتسيدة للموقف الأمني؟ والآن مرحلة الاغتيالات واسعة النطاق في العراق،
فضلا عن السرقات، من سمح لهؤلاء أن يتولون وهم فاشلون؟ العالم يشهد بفشل العراق وتراجعه على جميع المستويات، هو ينظر لا صحة موجودة في العراق ولا مستشفيات، هو ينظر لا وجود لتعليم في العراق، هو ينظر اقتصاد متدني ومنهار في العراق، هو ينظر لإيران كيف تحارب العراق، وهو ينشر تقارير الجفاف، وهو ينشر في وكالاته الرسمية التي تستسقي معلوماتها من مخابراتهم الرسمية، عندما تنشر الأندمنت على أن هناك هجرة ستكون في جنوب العراق لأربعة مليون، هذه كلها أرقام مؤقتة معلومة تماما لا تنشر عبثا. لذلك المجتمع الدولي متواضع على الشعب العراقي، وهو يريد إنهاء العراق وإرجاعه للعصور الحجرية، وقد قالوها في عام 2003 عندما بدأ الطلائع على جيش الاحتلال الأمريكي يدخل العراق، قالها جورج بوش أنه يريد إرجاع العراق إلى العصر الحجري، لأن هذه القضية تخدم في المنطقة صفقة القرن وتخدم إسرائيل. لذلك التعاون الإيراني الإسرائيلي على العراق كبير تماما، والجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق العراق هو بالتالي هناك غطاء أمريكيا إسرائيليا عليها، بقيت أن يخرج العراق من المعادلة الإقليمية والدولية والعربية. لذلك حقيقة ما يحدث هو تواطؤ دولي، لكن ينبغي أن يدخل الشعب العراقي الذي قاطع الانتخابات، وأن يدخل جنوب العراق تحديدا مرحلة المعادلة وقلب الطاولة على كل هؤلاء. قادر الشعب العراقي إذا ما استطاع أن ينهض أن يقلب الطاولة ويقلب كل الأوراق التي يمكن من خلالها أن تعيد الخارطة وتعيد تقسيمات النفوذ، وبالتالي هذا مؤهل له جنوب العراق والعشائر العربية هناك، لأن الواقعة التي ستكون على رؤوسهم هو الاستيلاء على محافظاتهم وعلى مناطقهم وتهجيرهم منها ليعيشوا لاجئين محرومين مطرودين، وأن المؤامرة عليهم وعلى أجيالهم القادمة مؤامرة وجود لا حقوق ولا طيب. خدمات. صحيفة التايمز، صحيفة التايمز البريطانية تقول إن الاشمئزاز الشعبي من سياسات الحكومة هو الذي فجر التظاهرات بعد أنباء تعمد إيران قطع المياه عن العراق، كيف ترى ردة فعل الشعب العراقي تجاهها؟ الشعب العراقي حقيقة لم يكن متوقعا من إيران ولا ميليشياتها أن ينتفض هكذا انتفاضة، وبالتالي هو استطاع أن يقلب الطاولة بطريقة واضحة وأن يفضح المؤامرات، وبالتالي مظاهرات الجنوب أرسلت رسائل لكل العالم ولكل الشعوب على أنه هناك سياسة خطيرة ترتكبها إيران في المنطقة، يتعاون وينفذها الأطراف السياسية التي تحكم في بغداد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حقيقة حتى أحرجت الولايات المتحدة الأمريكية. هذه التظاهرات ينبغي اليوم أن تنطلق وأن يكون هناك جدوى حقيقية لها، وأن تكون موقفا للعشائر العربية في جنوب العراق أقوى مما كانت عليه في التظاهرات التي مضت، لأن عمليات الاغتيالات ستكون واسعة عليهم وهي بدأت عمليات التصفية، فهم أمام مرحلة حقيقية أنهم إما أن يكونون أو لا يكونون، وبالتالي ينبغي لهذه العشائر التي كانت تتقاتل فيما بينها وتتقاتل بالأسلحة الثقيلة أن تحمي مواطنيها وأن تحمي محافظاتها وأن تحمي متظاهريها وأن تحمي حقيقة من تغول الميليشيات الاغتيالات التي تجري في البصرة وفي مناطق أخرى وستتسع، لأن العراق حقيقة متجه نحو الانحدار والانهيار الأمني والاقتصادي، لأن حكومة عادل عبد المهدي ستفشل، وبالتالي اليوم العراق دخل في نفق مظلم، لأنه مخرجات حكومة حيدر العبادي قد سلمت العراق لصالح صندوق النقد الدولي، فاليوم نتكلم عن 42 مليار دولار مرهونة للنقد الدولي، نتكلم عن مديونية لدى العراق 140 مليار، نتكلم على أن البنك المركزي العراقي قد سحب منه 50 مليار في حكومة حيدر العبادي. فعادل عبد المهدي الذي هو لا يستطيع أن يقدم شيئا وهو فاشل بكل الأطر، والذي يحمل استقالته في جيبه بمعنى مهزوز، حتى إن نظرنا إلى النظرة الإيجابية أن نقول أنه قد جاء من خارج حزب الدعوة، فنقول أن من يملك الدولة هي حزب الدعوة، وبالتالي لا يستطيع أن يقدم شيئا أمام هكذا التغول، وهو إيران الرجل، إيراني الهوى وإيراني المبت، حتى الفرنسيين الذين هو يمنحونه جنسيتهم يكتب عنه أحد قادة الفرنسيين أن لو كان لدينا مخلصا كعادل عبد المهدي مخلصا لإيران ربما لصنعنا كثيرا من الأمور. لذلك هو لن يخرج من هذه السياقات، وبالتالي ستتكرر المأساة على الشعب العراقي، والانهيارات المرتقبة في العراق حقيقة سيدفع للمواطن العراقي
نصيبه الكبير منها، لذلك نعم ينبغي نعم أن تحدد المسارات الآن وأن يفهم أن هناك عملية كبيرة تمر على الشعب العراقي، ينبغي الشعب أن يكون ضد الكاتب هذه المعادلة. الكاتب والمحلل السياسي الشيخ عبد القادر النايل كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.